نافذة المستهلك برنامج إذاعي توعوي يتم إعداده وتقديمه بالتعاون مع المختصين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الجمهور، ليكون بمثابة تواصل أسبوعي بيننا وبينكم في سبيل تأصيل ثقافة استهلاكية سليمة. نافذة المستهلك. أعزائنا المستمعين، نمسي عليكم بكل خير ومحبة، وهذا لقاء إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يتجدد معاكم من خلال برنامجنا الأسبوعي نافذة المستهلك، واللي نطمح أن يكون مصدر لجميع السلوكيات اللي ترشد المستهلك للطريقة المثلى لاتباعها في السوق. معاكم من خلف الميكروفون لهذا الأسبوع الزميل سنان الجابري، ومعكم فاطمة محمد. ومثل ما عودناكم مستمعينا، راح نستعرض عليكم من خلال هذه المساحة أبرز المستجدات والقضايا اللي تهم قطاع المستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء، واللي نحاول من خلال فقرات البرنامج أن نسلط الضوء أيضا على أهم الحقوق والواجبات اللي كفلها قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك والقرارات الصادرة المتصلة به. طبعا خلال الفقرة الأولى من حلقتنا مستمعينا، وهي قضية وحل، راح نسلط فيها الضوء على أبرز الشكاوى اللي وردت للإدارة، نستعرض فيها طريقة تعامل الإدارة معها. وفي فقرتنا الثانية واللي هي مستشارك، راح يكون معانا ضيف مختص في موضوع حلقة اليوم. فاصل وبعدها نبدأ معاكم أولى فقراتنا لحلقة هذا الأسبوع، وهي فقرة قضية وحل. عزيزي المستهلك، في حال رصدكم لأية مخالفات في الأسواق، يمكنكم التواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 1700-7003. قضية وحل. نرحب فيكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين، وفي فقرة قضية وحل، واللي من خلالها راح نستعرض شكوى أحد المستهلكين اللي تفيد بشراء عربة أطفال من أحد المحلات التجارية، وتبين لاحقا بعد الاستخدام لفترة وجيزة أن جزء من العربة لا يمكن فتحه بطريقة سهلة وآمنة ومريحة كي يتم استخدام العربة لحمل الطفل بالشكل الآمن. طيب في هذه الحالة ما هو التصرف المبدئي اللي لازم يسويه المستهلك؟ طبعا فاطمة، فور اكتشاف المستهلك للخلل قام بالتوجه للمحل التجاري وإبلاغهم بالخلل الموجود في السلعة. طبعا نركز على إبراز المستندات القانونية مثل فاتورة الشراء كإثبات للتعامل. المحل باشر الشكوى لكن رفض استبدال عربة الأطفال بأخرى جديدة، باعتبار أن الخلل من وجهة نظر المحل قد يكون ناتج بسبب سوء استخدام المستهلك للسلعة. نعم، كيف تم تحديد يعني ذلك، وكيف كان تصرف الإدارة مع هذه الشكوى؟ المستهلك تقدم بشكوى لإدارة حماية المستهلك وذكر فيها التفاصيل، وتم تكليف أحد الموظفين المختصين بدراسة مراجعة الحالة المذكورة، وقام الموظف المختص بمراسلة الشركة الأم اللي صنعت السلعة مع إرفاق جميع المستندات اللي تدعم الشكوى. طبعا جاء الرد بأن الخلل الموجود في عربة الأطفال يعتبر عيب مصنعي لم يتسبب به المستهلك، ويتوجب معه استبدال السلعة بأخرى جديدة. نعم، يعني نقدر نعتبر أن رد تقرير الشركة الأم هو دليل تم الاعتماد عليه في إرجاع حق المستهلك حسب القانون. نعم، على ذي الأساس تم مخاطبة المحل لإبدال السلعة بأخرى جديدة حفظا لحقوق المستهلك المكفولة له بالقانون، وتحديدا المادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المتعلقة بإمكانية استبدال أو إرجاع السلعة مع استرداد قيمتها خلال 15 يوم من تاريخ الشراء في حال وجود عيب مصنعي أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله. نعم، بالفعل مستمعينا قد نتعامل مع سلع
يمكن يكون فيها عيب مصنعي، ونقدر نتواصل مع الشركة الأم المذكور بياناتها على كل سلعة للبحث ما إذا كانت السلعة فيها عيب مصنعي أم لا. وهذه جزئية مهمة في القانون، يمكن تحدث في حالات محدودة، لكن نحتاج أن نحن نكون مستمعينا على وعي بمثل هذه الحالات اللي ممكن أن نحن نمر فيها في حال شرائنا للسلع، وكيفية التصرف الصحيح معها. فاصل أعزائي المستمعين، وراح نتواصل معكم في الفقرة الثانية من البرنامج، وهي فقرة مستشارك. عزيزي المستهلك، هل تعلم بأن عرض عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في المحل أو تضمينها في أرصدة الشراء تعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك؟ مع تحيات إدارة حماية المستهلك. 1700 7003. مستشارك. نرحب فيكم مستمعينا بعد الفاصل، والحين وصلنا لفقرة مستشارك، وفقرتنا لهذا الأسبوع راح تكون امتداد للفقرة السابقة في فقرة قضية وحل، واللي تحدثنا فيها عن شكوى لأحد المستهلكين وتبين لاحقا أن السلعة فيها عيب مصنعي. اليوم في فقرة مستشارك مستمعينا راح نسلط الضوء على موضوع الاستدعاءات اللي تصير للسلع في الأسواق. هل هناك استدعاءات وسحب للمنتجات يحدث في أسواقنا المحلية؟ وكيف تتم وشلون تتعامل معها الإدارة أو الإدارات المختصة؟ وفي هذا الجانب نرحب بالسيدة انتصار عبد العال، مشرف تطبيق المواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، للحديث عن هالموضوع. مساء الخير أستاذ انتصار. مساء النور يا هلا. أهلا فيك. طبعا بداية نشكرك لقبولك دعوة المشاركة في برنامج نافذة المستهلك، وبالتحديد فقرة مستشارك. وفي البداية أستاذ انتصار، لو نتعرف ونعرف مستمعينا عن معنى الاستدعاء للسلع في الأسواق وكيف يتم. أرحب فيكم في المستمعين جميعا وأشكركم على هذه الاستضافة. بخصوص الاستدعاء، طبعا الاستدعاء يطلق على إجراء استرجاع المنتج المطروح بالأسواق، واللي في الغالب يقوم بالشركة الصانعة بالتنسيق مع الوكيل المحلي لها في البلد المستورد، في حال ثبت ظهور عيب أو خلل في المنتج تم اكتشافه عن طريق الشركة المصنعة نفسها أو عن طريق الجهات الرقابية في البلد المستوردة للمنتج، أو حتى في بلد المنشأ أو أي بلد آخر. واكتشاف العيب أو الخلل احنا نقصد فيه بأن المنتج ما حقق ولا استوفى اشتراطات الأمان والسلامة والصحة. وطبعا هذه آلية حضارية، مو بالضرورة أن المنتج اللي يتم استدعاءه خطر جدا، ولكن بعض الشركات يتبين عندها بأن هناك قصور في السلعة ومن الممكن تصحيحها، وهذا غير ملزم من الجهة الرقابية على الشركة المصنعة، وإنما هو إجراء طوعي من قبل الشركة المصنعة للحفاظ على سمعتها خلال السنوات السابقة. فعلى سبيل المثال، في مملكة البحرين الصانع أو الوكيل المحلي يستدعي المنتج المعيب في حال ما استوفى لإشتراطات الأمان والسلامة والصحة المنصوص عليها في اللوائح الفنية لإدارة المواصفات والمقاييس الصادرة بقرار وزاري من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. نعم. لكن أستاذ انتصار، كيف يتم التبليغ أو معرفة وجود الاستدعاءات للمنتجات وسحبها من الأسواق؟ طبعا في لابد أن احنا نوضح شيء مهم لمستمعينا الكرام، أن إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الجهاز الحكومي المخول بوضع وفرض الاشتراطات الفنية على المنتجات المستوردة للبحرين أو المصنعة في البحرين، وهذا يجعلنا نتابع بشكل دوري المواقع الرسمية والإخبارية بشأن المنتجات الخطرة اللي يتم استدعائها في الدول الأخرى. إضافة إلى ذلك، احنا عندنا تعاون وثيق مع هيئة التقيس الخليجية بشأن استدعاءات منتجات السيارات، الدراجات النارية وإطاراتها. فهذه المنتجات ولله الحمد عندها خطة محكمة في الاستدعاء، بحيث أن هيئة التقييس أبرمت اتفاقيات مع المصنعين
لهذه المنتجات بأنهم يحيطون يخطرون الهيئة بأي استدعاء وفق التفاصيل المطلوبة الخاصة بالمنتج المعيب. ولهيئة التقييس أيضا برنامج إلكتروني خاص فيهم تم تحميل الاستدعاءات عليه، ونقوم إحنا بدورنا في إدارة المواصفات والمقاييس متابعة هذه الاستدعاءات على المستوى المحلي مع المحال التجارية ذات العلاقات بالتعاون الوثيق مع إدارة حماية المستهلك. كذلك يتم الطلب من المحال التجارية المعنية بالاستدعاء الإعلان عن هذا الاستدعاء ومواصفة أو إخبار الوزارة أو تسليمها تقارير تصحيح ومعالجة الخلل مع ملف الاستدعاء ذات العلاقة. أستاذة انتصار، لو نعطي للمستمعين مثال عملي لسلعة من السلع اللي يتم استدعائها وشلون تتصرفون معها؟ كل تأكيد عندنا على سبيل المثال ممكن ناخذ استدعاء حصل قبل فترة على طراز معين من السيارات. طبعا الشركة المصنعة أعلنت عن وجود خلل في أحد طرازات السيارات المصنعة لديها، وهذه السيارات أوريدي دخلت السوق الخليجية. الشركة المصنعة أخبرت في البداية هيئة التقييس الخليجية بتفاصيل الاستدعاء اللي يتضمن العدد الكلي للسيارات المبيعة أو السيارات المعيبة المباعة في كل دولة عضو بهيئة التقييس، وبجميع تفاصيل أرقام الشواصي للسيارات الخاصة بهذا الاستدعاء. من جانب إدارة المواصفات والمقاييس تواصلنا مع الوكيل المحلي لهذه السيارات المعيبة في البحرين بغرض أنه يزودنا بالإجراءات المتخذة من قبله لضمان سلامة تداول هذه السيارات في البحرين. أو من جانب آخر أيضا إدارة حماية المستهلك قامت بإلزام الوكيل المعني بالسيارات المعيبة تسليم تقارير بشكل دوري على كل الإجراءات التصحيحية اللي قام فيها اتجاه هذا الاستدعاء، والتحقق أيضا عشوائيا من أن الوكيل بالفعل تواصل مع جميع المستهلكين اللي اقتنوا هذه السيارة وتم تصحيح الخلل في سياراتهم لاستكمال وغلق ملف الاستدعاء. نعم أستاذ انتصار، هناك تصنيف لآليات الاستدعاء، بمعنى بعض السلع قد لا تتحمل التصليح وقد تضر المستهلك ولا تكون آمنة الاستخدام. ما هو الدور المنوط بإدارة المواصفات والمقاييس وإدارة حماية المستهلك في هذه الحالة؟ للاستدعاءات طبعا في درجات متفاوتة، قد يكون في بعض الأحيان الاستدعاء يعني طوعي مثل ما ذكرت سابقا، أي أن ما لي ضرر من استخدام السلعة بالوضع الحالي، ولكن الشركة المصنعة من باب تحسين المنتج تعرض على المستهلك استبدال أو إصلاح هذا المنتج ليكون مثل ما تقول أكثر جودة وأمان. أما بالنسبة للاستدعاءات الأخرى اللي تخص جوانب السلامة والأمان، هذا النوع من الاستدعاءات يتم سحب المنتج المعيب من الأسواق مباشرة بغض النظر عن تم استدعاءه من قبل الشركة المصنعة أو لم يتم. إلى جانب ذلك إحنا نمنع تداوله في الأسواق المحلية. فعلى سبيل المثال قبل أسبوعين تقريبا قامت إدارة المواصفات والمقاييس بحملة لسحب أكثر من 11 ألف لعبة أطفال قابلة للتمدد في الماء من الأسواق المحلية للبحرين، بسبب أن هذه الألعاب كان فيها احتمال أنه تسبب إصابات خطيرة للأطفال أثناء اللعب فيها. كذلك أيضا سبقها تقريبا قبل بشهر سحب لأكثر من 5000 بالونة مضيئة من الأسواق، حيث كانت هذه تسبب إصابات للأطفال أثناء انفجارها بقصد أو من غير قصد نظرا للمكونات اللي تحتوي داخل هذه البالونة. يعني بمعنى أنه متى ما احتوت هذه السلع على خطورة قد تشكل خطر على سلامة مستخدميها
فالإدارة تتدخل في مثل هذه الحالات وتقوم بسحب هذه المنتجات من الأسواق ومن محلات البيع ومنافذ البيع المختلفة أيا كانت طرق العرض فيها، فتقوم الإدارة بسحب هذه المنتجات. صحيح. نعم. طبعا نضع خطة إن وهذه الخطة تكون محكمة بأن إحنا نمر على جميع المحال التجارية اللي منتشرة في جميع محافظات مملكة البحرين بشكل سريع يتم سحب هذه المنتجات الخطرة. صحيح. طبعا هذا لا ينفي مستمعينا حق المستهلك في الاستبدال أو الإصلاح أو حتى الاسترجاع إذا كان ذلك يؤثر على انتفاعه من السلعة. يعني على سبيل المثال لما حدثت مشكلة عالمية مع هاتف نوت 7، الكل كان يتابع التقارير المتعلقة باحتمال انفجار البطارية، أعلنت الشركة المصنعة عن استدعاء فوري للمنتج، وكان استدعاء طوعي للمنتج من السوق، وقامت إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة مواصفات المقاييس وجميع الأجهزة ذات العلاقة بإعلان ذلك للجمهور وتبليغ المستهلكين بكافة الوسائل، وتم ذلك عن طريق الوكيل المحلي. وخلالها أتذكر أن تم إعطاء مستهلك عدة خيارات، منها استرجاع مقابل الهاتف أو تخييره بهاتف آخر وغيرها من الخيارات اللي تعاون فيها الوكيل المحلي مع المصنع إلى جانب الأجهزة الحكومية المختلفة. طبعا كل شيء يرتبط بسلامة المستهلك وأمانة يتم التعامل معه بأولوية واهتمام وسرعة قصوى. آخر تلك الاستدعاءات كما تحضرني الذاكرة كان لأحد أنواع حليب الأطفال اللي قامت وزارة الصحة وتحديدا إدارة الصحة العامة بالتنسيق مع كافة الصيدليات ومنافذ البيع بسحب فورا من الأسواق على ضوء إعلان الشركة الأم. نعم طبعا احنا شاكرين لكم جهودكم أستاذة انتصار عبد العال، مشرف تطبيق المواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس، على هذه المشاركة وهذه المعلومة، ونقدر ما تقومون به لحفظ وحماية المستهلك من أي مخاطر محتملة قد تواجههم أثناء استخدام السلع. فعلا ما تم إثراءنا به اليوم من معلومات مفيدة حقا قد تواجه أحد المستمعين يوما ما. شكرا جزيلا لك أستاذ انتصار. شكرا لكم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا نترككم في حفظ الرحمن، ونتمنى أن تكون حلقتنا مفيدة وثرية لكم، ويتجدد اللقاء معكم في الأسبوع القادم مع مواضيع أخرى جديدة ومع ضيوف جدد. فإلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا البرنامج من إعداد إدارة حماية المستهلك، من تقديم فاطمة محمد وسنان الجابري، والإخراج محمد نعمة.